السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج اوتوديسك سكتش بوك، البرامج الكويسة جدا في الرسم. هتلاقي هنا بعض الأقلام وبعض الفرش وبعض الماركر وريس، بعض الأدوات اللي هتساعدك في رسم بسهولة. يعني مثلا ممكن تقول له أنا عايز أرسم بنسل، تبدأ ترسم. طب أنت عايز تعدل، هتدوس هنا مرتين وتبدأ تختار القلم بتاعك عايزه عامل ازاي والشفية بتاعته عاملة ازاي، فتقدر تختار حاجة بالشكل دوت. وعايز تغير اللون، هتيجي هنا تقول له انا عايز اللون بتاعي مثلا ازرق، فيديك اللون هوت. وعندك فرشة اهيت برضه تقدر تختار السايز او الفلو. وتقدر من هنا تختار الماركر بتاعك، السلاين بتاعتك هتبقى عاملة ازاي اهي. وهتلاقي عندك هنا الريس الاستيكة لو انت عايز تمسح اي حاجة. وفي بعض الادوات لو انت عايز تعمل سيمتري، بحيث يبقى اللي هترسمه هنا ترسم الناحية التانية، فبقول له سيمتري تمام اهوت. تقدر تخليها مثلا هنا اهي بالشكل دوت. انا استخدم بنسل اهو، لو دوست رايت كليك ممكن تلغي السيمتري. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل زوم، فبيديك ادوات عمل الزوم. ممكن تقول له رايت كليك تقول له انا عايز فيت تو فيو، ممكن تدوس رايت كليك وتقول له انا عايز اعمل رولر، يعني هيرسم لك خط تقدر تتحكم فيه، واللي هترسمه بالقلم الرصاص هيترسم على الخط دوت لو انت عايز ترسم حاجة مستقيم. ممكن تدوس رايت كليك وتقول له انا عايز اليبس، وتبدا تلون على الاليبس دوت. وفي ادوات ان انت تعمل روتيت او ان انت تصغر شويه براحتك تمام. ولما تيجي ترسم هيرسم في الاليبس اللي انت عملته في الاخر. دي الليرات تقدر تتحكم في الخلفيه مثلا حاجه بالشكل دوت. ممكن تشف اي لون انت عايزه. ودي برضو هتلاقي لايبراري من الالوان تختار منها زي ما انت عايز. وهتلاقي هنا بعض الادوات الكويسه للاديت، زي مثلا انت عايز تعمل موف مثلا او كات او بيست او كوبي او كلير، فبقول مثلا موف، فبيقول انت عايز تعمل مثلا سكيل بالشكل دوت، او عايز تعمل روتيت زي ما انت عايز، او عايز تعمل سكيل بالشكل دوت من ناحية من ناحية تمام. ودي الالوان هتلاقي هنا الوان، ممكن الباكيت ديت تلاقي هنا او تقدر تختار اللي انت عايزه، ولا عايز تجيبها تاني من هنا. ففيها بعض الادوات الكتير ظريفة اللي تساعدك ان انت ترسم اي حاجة انت بتفكر فيها.